اهلا بكم بقناة مواعيد جانو من جديد. عزيزاتي بدي اشكركم على وصولي ل 100 مشترك، انا اول 100 مشترك عندي، وشكرا كثير لكم لدعمكم ولصبركم، وان شاء الله يزيدوا وتنجح جميع القنوات. اليوم بدنا نعمل فاصوليا يابسه بمية البندورة اللي هو رب البندورة، ان شاء الله تعجبكم. المكونات اللي عندي اليوم كثير بسيطة، فاصوليا يابسة منقوعة من قبل بيوم ومغسولة، رب البندورة، مرق الدجاج، تومي مقطعة، كزبرة خضراء مقطعة ومغسولة، طبعا زيت المائدة وملح. الزيت تومي نشوحها شوية بالفاصوليا بعد ما حطيناها على التومي، طبعا كمية على حسب افراد العين. رب البندورة اللي بيحب يضيف اللحمة بضيفها قبل لا يحط الفاصوليا أو الدجاج، نشوحهم مع بعض بخليهم تيستوا وبعدين بزيدوا الفاصوليا والبندورة. بس أنا هون عم بقلي البندورة شوي مع الفاصوليا تيجي طعمتها أطيب. هيك تشويحة صغيرة، تقليبة صغيرة، مرق الدجاج، وبضيف في المي. نص معلقة ملح، مش بحاجة لأكتر من هيك لأنه عندنا مية البندورة مالحة شوي. فلفل أسود نخليها تغلي تستوي ومنقدمها، ولا أهوى من هيك أكلة، أكلة شتوية للدفة طيبة، نقدمها مع الرز. ننتهي وقت التقديم. أضفنا الكزبرة هنا وطبختنا استوت. أنا هون حضرت الرز بالشعرية عشان نقدمها مع الفاصوليا، طبعا هاي عملناها كم مرة. طبقنا صار جاهز، فاصوليا مع رب البندورة، نقدمه مع صحن رز أو مع خبز كيف بتحبوا. إن شاء الله بالهنا والعافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك، اشتراك، كومنت أو إشي أو أي إشي بتحبوا تقولوه. شكرا لكم وإلى اللقاء.